بسم الله على بركة الله. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو، الا كنتي كتشوفيني اول مره ما تنسيش ديري لي ابوني وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. ونتمنى نكون ان شاء الله عند حسن الظن ديالكم. ونبداو على بركه الله. اليوم البنات غادي ندير واحد الحلوه اللي هي ساهله، كتقدم بارده، ماشي مع اتاي، كتقدم مع العصير، والمكونات ديالها بساطين، ما غاديش تخسري على الفلوس، وكتوجد يعني زعما اخر لحظه الا جاوا عندك الضياف وما كانش عندك زعما الحلوه كديريها. الحلوه كتصايب من 4 خزوات محكوكين، هما غادي نوريكم الطريقه. دابا نوريكم المكونات. غنحتاجوا الكويغطات، انا خديت هذا اللون هذا البيض. غادي نحتاج الشكلاط للتزيين، غادي نحتاج واحد الياغورت طبيعي، غادي نحتاج، المهم انا هذا غير اختياري البنات، لا بغيتوه هذا كيبقى اختياري، لا بغيتو ديروا يعني ديروا شي مذاق اخر من غير الياغورت الطبيعي ديروا هذا. كنحتاجوا البنات كاس ونص ديال الكوك وكاس ديال السنيده. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنديروها البنات هي غادي نحطوا الخيزو ديالنا في المقله، وغادي نديروا معاه السنيده ونبداو نحركوا تدخل لنا السنيده في الخيزو. نبقاو بحال هكا، تدخل لنا السنيده ويطيح الخيزو. المهم البنات كنبارك لكم العواشر، ان شاء الله دابا نبقاو على العيد، بقات غير 9 ايام ان شاء الله، كنبارك لكم العواشر. وغادي نشارك معكم ان شاء الله نوع اخر ديال الحلوه، حتى هي بدون فرن، سهله، مكونات ديالها بساط بحال هذه. ها السنيده دابا بدات كدوب، وخاص البوطه البنات تكون مهيله باش ما يتحرقش لكم خيزو. ها بدا كيطلق شويه الماء. المهم نبقاو بحال هكا مع التحريك حتى نوصلوا للنتيجه اللي بغينا. البنات هي النتيجه، دابا وصلنا ل هو طاح لينا الخيزو. راه في الاول ملي كتبداو تحركوه وكديروا السكر راه كيطلق الماء، وخاصكم تخليوه حتى ينشف من الماء ويوصل لهاد النتيجه هذه. المهم حنا غنطفي عليه ونكملوا المراحل اللي باقيه. البنات راه برد لينا الخيزو حيت خاصو حتى يبرد، متعسل وبرد. غادي نبداو نزيدو الكوك بشويه بشويه حتى يدخل لينا في خيزو. هاد الحلوة راه ساهلة وكتجي زوينة، لا في المنظر لا في المذاق، غادي تعجب حتى الوليدات الصغار. هانتوما الشكل ديالها راه زوين كيف كتشوفوا، ملي كتخلط مع الكوك راه كيجي واحد المنظر زوين. كيبان ياك؟ نزيد واحد شويه. Thank you.
كنبقاو على هذه الطريقه حتى كيدخل لينا الكوك في فريزو. باش كيتجمع لينا خيزو باش نشكلو واحد الكويرات. نبداو نقي البركه. دابا غادي ندير تقريبا ما كملاش معلقه كبيره ديال دانو. هيا نحركوها ندخلوها نحاولوا ندخلوها باش كلشي يدخل مع بعضياته. كيعطي واحد المذاق حتى هو زوين دانون. ما خاصكمش تكثروا البنات، ما ديروش الياغورت كامل، غير معلقه صافي غير على ود المذاق، حيت الا كثرتو ما غاديش تكور لكم، ما غاديش تكور لكم الحلوه. صافي دابا غادي نبدا نكور ونحط في الكويرطات. دابا البنات غنبداو نكورو في الحلوه ديالنا. على حسب القياس ديال الكويرطات اللي عندنا كنفندوها في الكوك بحال هكا. راه صايبت وحده في سميتو في الاول. صافي كديروها في الكويرطات كتجي على هذا الشكل وكتحطوها. ومن بعد ملي غادي نكمل غادي نزوقها بالشوكولاط. البنات ضروري خصكم تفزقوا يديكم شويه بالماء باش تجمع لكم هاد الكويره، حيت الا ما درتوش غادي يبدا يتهرس لكم. الظهر كيأذن المهم البنات كيبقى لكم. المهم كديروا بحال هكا كتبقاو تفندوها بحال هكا. طريقه راه ساهله ما صافي كديروا في كويرطات. حتى المنظر ديالها زوين. دابا راه كملنا الحلوه هكا كتجي. المهم دابا غادي نزوقوا بهاد الحبيبات ديال الشكلاط، وداك الزواق كيبقى على حسب كل واحد وكيفاش بغى يدير. الا بغيتو ديروا بحال هكا ثلاثه ديال الحبيبات بحال هكا فوق سميتو ممكن، الا بغيتو ديروا غير وحده بحال هكا حتى هي تجي زوينه. وكاينه طريقه اخرى عاوتاني، الا بغيتو تذوبوا الشكلاط في حمام مريم وديروا بحال هكا، يعني الطريقه اللي كتجي بحال هكا حتى هي كتجي زوينه، كيجي الشكل ديالها زوين. وغادي نزوق الحلوه ونوريكم الاخر ديال الطبق النهائي. البنات الحلوه ديالنا ملي كملناها ملي زوقناها بالحبيبات ديال الشكلاط، كاين شي وحدين كبار درت فيهم ثلاثه ديال الحبيبات، وكاين شي وحدين درت فيهم غير حبه وحده. المهم راه كتجي على هذا الشكل هذا.
وكنتمنى يعجبكم تعجبكم هذه الحلوى هذه وتجربوها، راه ساهله ومكوناتها ساهلين ما غاليينش ورخاص. ايوا وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى نهاركم يدوز زوين وعواشر مباركه.